تفسير ودلالة رؤية المكياج في المنام. سنتعرف على تفسيرات رمز رؤية المكياج، سواء تم رؤيته عند شرائه أو رؤية إزالته ومسحه أو رؤية وضعه أيضا. وقد تدل إزالة المكياج على زوال الهموم والكرب، وتختلف التفسيرات حسب كل حالة. سنتعرف على تلك الاختلافات بالتفصيل من خلال هذا الفيديو. المكياج في المنام يدل على تجدد الحياة والأخبار السارة. زيادة المكياج عن حده يدل على الإسراف والتبذير في المال وعدم الاقتصاد. المكياج يدل على القوة والمقدرة على جذب الناس وكسب قلوبهم. من رأى أنه يضع كثيرا من المكياج على وجهه يدل على أنه يهتم بظواهر الموضوع دون النظر إلى البواطن، وقد يكون من المغرمين بالمدح والثناء. رؤية الرجل المتزوج أنه يضع المكياج غير جيد، ويدل على شر وضرر سيصيبه. أما رؤية هذا المكياج يوضع أمام المرآة، يدل على تحقيق أمنية وبلوغ المراد والسعادة بعد الشقاء. تفسير حلم مكياج العيون للعزباء. إذا رأت الفتاة أنها تضع المكياج فهذا يدل على الأخبار السارة، فإذا رأت أن أحد الأشخاص يضع لها المكياج وهي سعيدة بذلك، فهذا يدل على تحقيق أمنية أو زواج بعد فترة وجيزة. فإن كانت متحيرة في اختيار ألوان المكياج، فهو حيرة في أمر وتردد. ورؤية مكياج العيون وظهورها بمظهر براق وجميل، فهذا يدل على سعادتها في الأيام المقبلة. وإذا رأت أنها تضع المكياج لا يزيدها إلا قبحا، فهذا يدل على سوء خلقها. تفسير حلم وضع المكياج للمتزوجة. المكياج في منام المرأة يدل على الاستقرار والسعادة الزوجية. فإن كان المكياج زائدا عن الحد، قد يدل ذلك على الإسراف والتبذير في أمور حياتها، وقد يدل على سر تخفيه عن زوجها. إن كانت تشعر بالحزن وهي تضع المكياج، فقد يدل ذلك على تزوج زوجها بامرأة أخرى أو تطلعه للزواج على الأقل. أما إذا رأت المتزوجة أنها تشتري المكياج، فهذا يدل على سماعها أخبار سارة وعلى سعادتها الزوجية. تفسير حلم وضع المكياج للمطلقة. حلم المكياج في منام المطلقة يدل على تغيير جذري في حياتها ومفاجآت سارة في الطريق. تفسير حلم وضع المكياج للرجل. إذا رأى شاب في منامه أنه يضع مكياج وكان سعيدا ومسرورا، فهذا يدل على تحقيق أمنية وبلوغ مراده في شيء كان يتمناه أو زواجه قريبا. وإن كان حزينا فلن يبلغ مناه أو صعوبات قد تواجهه. قد يدل وضع المكياج على خوض تجربة جديدة أو حياة يمارسها جديدة عليه، وتختلف تبعا لاختيار الألوان. فإن كانت ألوان مبهجة فهي حياة جميلة، وإن كانت ألوان قاتمة فقد تدل على حياة بها مشاق ومتاعب. أما في منام الرجل المتزوج، فرؤية المكياج رؤية غير محمودة، وقد تدل على التشبه بالنساء. فإن رأى رجل متزوج أنه يضع المكياج، فهذا يدل على سفر قريب، ولكن سيعاني في هذا السفر من الضيق والكرب والهم أو مشاكل وخلافات مع زوجته، قد تؤدي إلى الانفصال والطلاق. لكن إذا أزال المكياج بعد وضعه، فهذا يدل على زوال الهموم ونجاته من الكرب والهم والصلح بعد الخصام، وقد يدل على سر قد تم إفشاؤه. تفسير رؤية إزالة المكياج في المنام. تفسير رؤية إزالة المكياج عن الوجه يدل على التخلص من الهموم والمتاعب والشقاء. تفسير حلم علبة مكياج هدية. علبة المكياج إذا كانت هدية في منام الفتاة تدل على الزواج، وفي منام المتزوجة تدل على الحمل وعلى السعادة الزوجية. أما في منام الحامل فتدل على مولودة أنثى.